السلام عليكم مشاهدينا الكرام الحال كيفاش راح يكون اليوم كما رانا نشوفوا راح يكون شباب وصافي على كل المدن الساحليه وايضا الداخليه غير من جهه تبسة وبسكره وايضا البيض راح نشوفوا غيوم بصح تكون خفيفه اما بالنسبه للجنوب راح نسجلوا رياح تكون من جهه اليزي وتمنراس تلحق حتى 36 كيلومتر في الساعه اما باقي ولايه الجنوب الحال راح يكون فيها شباب وصافي دو كان نجوزوا نشوفوا درجه الحراره مع الظاهرة بحول الله وين ادنى درجه نسجلوها في الشمال تكون من جهه مستغانم ووهران وايضا عنابه عن تقدر ب 28 درجه و 32 بالعاصمه 31 ببجايه وتيزي وزو 31 ايضا بتلمسان 39 بالبيض 44 ببشار 43 خمسة 45 بإليزي وأقصى درجة سجلوها في الجنوب تقدر ب 49 درجة من جهة أدرار وحتى عين صالح وبهذا نختم النشرة الجوية لنهار اليوم نخليكم مع غروب الشمس في الجزائر العاصمة وضواحيها نتلقى بكم غدوة بحول الله إلى اللقاء